وعند الجمهور ديال مدينه تفراوت وعند الجمعيه ديال تفسوت اللي داروا هذا المهرجان الزوين. لان السينما ممكن تكون في الجبل، ممكن تكون في البحر، ولكن احسن حاجه هي تكون قدام جمهور واعي وفنان، وتكون مع فنانه حاضرين اللي كيمثلوا الثقافه الامازيغيه، لان الثقافه الامازيغيه ثقافه انسانيه. شكرا للمسؤولين اللي صغاو لهذا الشباب ديال هذه الجمعيه، وفهموا بان الثقافه هي ركيزه من الركائز اللي كتبني الانسان وكتحافظ على الثقافه وكتحافظ على الامن الروحي والامان. شكرا تفسوت على هذا المهرجان اللي كيحتفل بالفن وبالثقافه وبالحياه وبالفرح، وكيحتفل بالناس ديال تفراوت. تنمير النار. حيت عندي التزامات مهنيه، ولكن هذا ما منعنيش انني نجي ولو نقضي معكم غير نهار واحد، لان الثقافه ماشي فقط في المركز، ايضا المغرب العميق فينا وفي قلبنا وكينتمي، وانا بنت هاد الارض هادي. شكرا. احنا بالنسبه ليا في المغرب ما كاينش بعيد ولا قريب، طبعا كاين مناطق ديال المركز ربما لان كاين فيها حركيه ديناميه اكثر، ولكن المغرب العميق ايضا هو مليء بالطاقات، مليء بواحد الطاقه وواحد الانرجي جميله جدا. كنحسوها ملي كنتلاقاو مع الناس، كنحسوها ملي كنتلاقاو مع الشباب المتعطش لانه يتلاقى مع فنانين رموز ربما اللي كيحس بها بعض اللحظات كتكون بعيده لانها في الشاشه او في التلفزيون او في مسارح ما كتوصلوش. ولكن انا الحضور ديالي اليوم هنايا كنشكر اولا الجمعيه وعلى هذا المهرجان، كنشكر تفسوت على هذا المهرجان الجميل اللي كيحتفل بالسينما الامازيغيه، ولكن من خلالها وجوه رموز هذه الثقافه اللي هي كتمثل المغرب المتعدد الغني بكل التلوينات والحساسيات ديالو. كنشكر الجمهور اللي جا بزاف كثافه، كنشكر يعني المنظمين والمسؤولين اللي شافوا بان الفضاء العام هو ماشي فقط غير فضاء كنتلاقاو فيه غير للتسوق ولا باش نجلسوا في حديقه، ولا هو فضاء ايضا لتقاسم لحظات الفرح ولحظات الثقافه والسينما، الصوره والاحساس والتشخيص واللقاء ايضا مع الفنانين، وهذا لحظه جميله.